أعلن ديوان سمو ولي العهد بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبل أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ابن الحسين ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظه الله لدى وصول سموه يوم غد الثلاثاء في زيارة رسمية لمملكة البحرين. ينتهز ديوان سمو ولي العهد هذه المناسبة للترحيب بضيف البلاد الكريم صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متمنيا لسموه ومرافقي طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.